انك تتعاون معايا. حاضر، هتعاون معاك وتعمل كل اللي انا بقولك عليه. كل اللي بتقوليه عليه لا، دي ما اضمنهاش. هروح النيابة اضمنها برقبتي. تروح تقولهم في البيت ان انا جاية من محافظة عشان ادرس حالتكو واديكو شقة. موضوع الشقة ده من امتى؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ بتحدف كتاكيت تلات اوض وصالة يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي؟ يا ما شاء الله يا ماما، دايما بتنصفيني كده الحمد لله. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر بيبي. بيبي ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده، يعني هادي كده واليف. اليف؟ انت بتتكلمي على قطه فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني؟ طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه؟ لا لا، ده اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهدى شايف يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهالي بقى يا جماعه، تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه ما عرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ ما فيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله، وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا، واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق متر الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طامع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك، وحد يحضر لنا العشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضر العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره. قول لي يا رمزي. نعم. الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟ هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليوميه. حضرتك ده متخلف عقليا، انت بتساليه وبتتعاملي معاه كبني ادم يعني. واضح ان عندك عقده اضطهاد تجاه الاخرين. الله الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد؟ انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانه. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط، انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو. برافو ايه؟ انت مبسوطه مني ولا متضايقه؟ يا ستي ما ترسيلك على حل او شوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش فاهم اني ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك، انا بشجع الترسانه. انا حسبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان؟ حضرتك انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. هو انا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ما تبطل امور التسول ده، تقعد تقول لا ون 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 بالسابل. يلا انا قلت قلت انا لا ون 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 كده تقف عليك قدام الدكاتره. ماشي بص حضرتك، هو ابن عمي بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضاقت هتخنقك يا رامز. شايف ما بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي. رمزي يا ابني. ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا اهو، شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي. الواحد ظهره اتقطم النهارده من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده، انا عمري ما اشتغلت كده. هانت استحمل. ماشي ماشي ماشي. سوري يعني عادل، كنت عايزه اكلم معاك في امور عالقه منذ زمن، فبس على انفراد يعني في سريه تامه. اتكلمي يا مدام، انا مش غريبه ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا دكتوره هبه مش غريبه، دي تعتبر واحده من العيله دلوقتي لدرجه ان انا بفكر اضيفها على البطاقه. اول طب هات 5 جنيه بقى عشان عايزين نجيب سكر. اديها. 5 جنيه تجيبي سكر؟ ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي يدفع الفلوس بتاعه السكر، وادي 5 جنيه اهي. ايه ده بكل بساطه كده؟
طب طالما كده بقى هات 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ما انت لسه واخده ال 5 جنيه ولسه ما برديتش في ايدي. انا حر؟ عايز اجيب شاي؟ عايز تجيبي شاي ب 10 جنيه؟ بقول لك ايه؟ ما تجيبي شاي من ابو 3 جنيه وتعملي لنا شاي خفيف بالمره يعني عشان هو عايز 10 جنيه؟ قوي قوي اتفضلي 10 جنيه اهي. انا مش مصدقه نفسي، عاتل بيديني فلوس كده بسيبان ده، ايه الهلل اللي انا فيه ده يا ربي؟ طب هات 20 جنيه بقى. اكيد طبعا عايز تجيبي الكوبايات اللي هتحط فيها الشاي. لا عايز اجيب براد. براد؟ اما الفتره اللي فاتت كنتوا بتعملوا لنا الشاي في ايه؟ في كوز يعني؟ حاضر حاضر يلا هانت ونخلص. عادل نسيت اقول لك حاجه، المكواجي قافل 3 ايام، جات له ضرب الشمس في الغالب. احسن يستاهل، اصل المكواجي ده يعني رخم. بقول لك ايه يا عادل، بمناسبه يعني المكواجي اللي غايب بقاله 3 ايام والله اعلم هيغيب اكتر من كده، ايه هتعمل ايه في قمصانك دي؟ مين هيكوهم لك القمصان دي؟ همكوا انتوا بقى في مكوتها بقى سناء. يلا ليه فاكرني جاريه ماجرها لك ماما بالاجره؟ اكويهم انت. ازاي يا استاذ عادل؟ ايه حضرتك انت فزعتيني، انا افتكرت ان انت مشيتي، انت لسه قاعده. انت متواكل؟ متواكل؟ لا والله انا لسه ما اكلتش، انا مستني الاكل على النار يعني. يعني تعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك، وده كله لازم يتصلح. ماشي حضرتك ماشي. سناء يا حبيبتي. بص يا سناء، انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص، لان بعد كده الدنيا حر هنزل بالحمالات. ها خلاص يا سناء يا حبيبتي، سيبي لي القمصان وانا هكويهم هكويهم. طب بالمره يا عادل، بما انك هتكويهم هتكويهم، عندي 15 فستان و13 جيبه و14 تيشرت، ممكن تكويهم لي معاك؟ قوي قوي، ولو عندي كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك. ولا تقلق، المره الجايه هبقى اعمل حسابك. ماشي ماشي يا عادل عادل، خلاص انا شفت بقى شفت بقى، مش قادره ان انا خالص. انا الجوانتي بتاعي اللي بغسل بيه الطبقات انا مش لاقياه، ومش ممكن اغسل طبقين واحد من غير الجوانتي ده. طبقين واحد هتغسليهم بجوانتي ده؟ الجوانتي ده اكيد هيتلخبط. بص يا حماتي سيب الاطباق عنها ما اتغسلت. ها بص يا حماتي سيب الاطباق انا بغسلهم مكانك يا حماتي. يا سلام يا حبيبي يا عادل، تي تري جونتي. حضرتك في حاجه تاني؟ هي والدتك فين يا استاذ عادل؟ حضرتك اصل ماما يعني بتحب ساعه المغربيه تريح شويه يعني. يعني انت ما بتقعدش معاها وتتكلم؟ لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجه، انا هقوم هصحيها واقعد ارغي معاها لغايه ما تزهق مني. بابا بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا؟ ايه ده جغرافيا؟ دي جميله جغرافيا. عودي يا حبيبتي عودي. يد 2 كب الف 4 ومحمد علي ودخل القلعه ومحمد علي دخل القلعه. يا ابني ما تخلص اكل بقى، خلينا نقفل البازار ونروح يا ابني. يا دولا يعني بلاش اشحن؟ بلاش اشحن؟ تشحن؟ ما انت بقالك قد ايه بتشحن يالا؟ ده انت واكل يخرب بيت اكلته كله. يلا يلا خلص يالا. ما تخافش يا رمزي، كل كل كل. عايز اشرب عايز اشرب. انت الكباب عمالك عينيك كمان؟ ما هو يالا الميه قدامك اهي والكوبايه اشرب. مش قادر يا دولا والنبي اتقين يا دولا اتقين. كابس على صدرك مش قادر تتحرك. ماشي ماشي هسقيه. بسرعة بسرعة كمان بسرعة. حاضر حاضر. معدنية معدنية معدنية. الله يرحم مية البطارية. اشرب يا شبعت يا رمزي؟ مش عارف مش عارف ايه. يا مش عارف ايه يخرب بيتك بعد ده كله؟ مش عارف ده بطنه قربت تفرقع حضرتك؟ ده واخد 3 كيلو. الحمد لله شبعت بقى دول. انا هدخل بقى دول المخزن عشان انام بقى. ايوه خش نام وخد معاك بقيه الاكل ده عشان تفطر بيه عشان بكره عندك شغل. الاكل ده يكفيك اسبوع. ماشي يا دولا اسبوع على خير. يلا 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 هي بكره خلاص الحمد لله الكابوس هيروح. ما قلتليش يعني ان بيجيلك كوابيس؟ لا ده كابوس جالي من يومين كده بس ان شاء الله قرب يمشي. فهمتك يا لئيم. ما تروحي بقى يا ست، انت اكيد في البيت عندك قلق عليكي. مش ماشيه الا لما اشوف انت عملت ايه النهارده الاول. عملت ايه النهارده حضرتك؟ ما انت طول اليوم قاعده معايا وشايفه كل حاجه بنفسك. ايه ده بتعملي ايه؟ عضلات وشك فيها معاناه. ده مش عضلات وشي بس، ده كلي. ضميرك مرتاح؟ لا. ليه؟ عشان حاسس ان في شوكه في زوري شوكه في زوري. طب احساسك ايه وانا رايحه بكره النيابه؟
اشهد واطلعك براءه. احساسي ان اخيرا اخيرا الحمد لله يا رب غمه وهتنزاح. بس عارف انا محتاجه يومين كمان عشان ادرسك فيهم. يومين ايه؟ لا ما احنا خلصنا الحمد لله ورايحه النيابه، احنا اتفقنا على كده. يومين ايه؟ انا بفكر اكلم وكيل النيابه يديني مهله كمان يومين عشان ادرس حالتك عدل. يومين كمان؟ ده انا اليومين اللي فاتوا طلعوا لي كلو في دماغي. كلو؟ يبقى لازم ادرس الكلو ده. زي ما كنت تعبان وارتحت، زي ما كنت عطشان وشربت، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيب، زي ما كنت تعبان وارتحت. الله يا دولة، الله، انت كنت في الحمام يا دولة؟ يا لا، هو دخول النيابة مش زي خروجها يا ابني، ده انت ما تعرفش النهاردة وكيل النيابة قال لي ايه؟ قال لك ايه يا دولة؟ قال لي غور ياض من وشي وعلى الله اشوفك هنا تاني. انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. يلا نعمل بقى عيد ميلاد بقى يا دولة. لا لا لا، مش هنعمل عيد ميلاد، هنعمل حاجه تانية خالص. ايه يا دولة؟ ايه اللي انا قلت لك عليه؟ انا عايزك بقى تنضف لي البازار ده حته حته، ما الاقيش فيه حته ترابايه واحده، فاهم ياض ولا لا؟ انا تخليني اجيب لك كباب، انا ياض تخليني اشربك الميه بايدي ياض. ايه يا دولة؟ يعني هم احسن مننا في ايه يعني؟ اللي بياكلوا الكباب دول؟ اي حد في الدنيا بياكل كباب بياكل فول وطعميه احسن منك يا رمزي. انا تخليني اشربك ميه؟ ما هي دولة بصراحه يعني اللي يلاقي دلع يا دولة، وما يتدلعش يبقى غبي.